الله ديالهم معنا في هذا العمل اللي كنقوموا منه باش نديروا واحد التغطيه لهذا الاجتماع ديالنا والاجتماعات اللي غتجي من بعد والخطوات اللي غتجي من بعد. معنا السي محمد أسلو اللي هو من الجريده ديال بدا بريس الالكترونيه، وهو في نفس الوقت عضو في شي هيئه دوليه ديال الصحافه. معنا السي عبد السلام حكار المدير ديال الجريده الجديده نيوز الكترونيه، جوج ديال الصحفيين اللي الجانب ديال المعروف وداك الشيء غادي يساعدنا على باش ودايرين اتصال مع بعض الجرائد اخرين كاين اللي تحكوا لان كاين اللي خدام اليوم يخرج حتى خمسه ولا سته. اذا مرحبا بكم في مقر الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان. من البدايه غنقولوا لكم واحد الخبر سيكون صار بالنسبه لكم، وهو ان هذا المقر اعتبروه ديالكم ما بغيتوا تجيو تجتمعوا فيه ولا تقرروا فيه شي حاجه ولا كذا، مجرد مكالمه هاتفيه تحل لكم المقر وتشتغلوا فيه بحريه، يعني في غياب المقرات ديال الدوله. اذا حنا درنا واحد المبادره، مشينا عندكم العين المكان في كليه الاداب باش نعبروا التضامن ديال الجمعيه ديالنا معكم، وباش في نفس الوقت نشوفوا شنو هي الامكانيات اللي نقدروا نساهموا بها حنا كجمعيه المعركه ديالكم، وشنو نقدروا نديروا بشكل مشترك حنا والتنسيقيه ديالكم ديال الاباء والامهات ديال هاد الطالبات والطلبه اللي هما ممنوعين من الحق ديالهم في التسجيل في كليه الاداب والعلوم الانسانيه بجديد. هاد المشكل اللي كنعتبروه حنايا مشكل اولا غير قانوني نهائيا، الدوله ما عطاتش تستعمل ديال شي قانون اللي كينظم هاد العمليه واللي تيقول لك الا كان طالب علمي راه ما محقوش يتسجل الاداب، ما كاينش. حسب المعطيات اللي جمعنا هو انه على استندوا على سماوات التوجيهات الحكوميه المتعلقه بتشجيع البحث العلمي والتقني، وكان ذاك الطالب اللي مشى دار الانجليزيه ولا دار اللسانيات او دار الجغرافيا راه ماشي بحث علمي، هذاك حتى هو بحث علمي. الطالب اللي كيدير البحث في الجغرافيا راه بحث علمي، واللي كيدير البحث في الفلسفه راه بحث علمي، واللي كيدير البحث في الاداب راه بحث علمي، كيدير بحث في التاريخ راه بحث علمي، ماشي بحث علمي فقط هو في الرياضيات وفي الطب وفي الهندسه، لا، بحث علمي هو ملي كيكون طالب في مستوى جامعي وتينمي المعارف ديالو العلميه وتيبحث باش يقلب على الجديد في هذه المعارف، هذا هو البحث العلمي معروف في العالم كامل، وبالتالي لا هذاك اللي في كليه الاداب كيتسمى باحث علمي ولا اللي في كليه الاداب كيتسمى، والاستاذ الباحث اللي كيقري في الكليه ديال العلوم كيتسمى استاذ باحث يبحث في العلم، والاستاذ اللي كيقرا في كليه الاداب هو كيتسمى استاذ باحث، جوج بحال نفس الكرام نفس كل شيء. واذا حنايا من قدام خصنا عصحى الماط والفيزيك والطب والهندسه وكذا، ما قدام ما خصناش الفلاسفه والمفكرين وصحاب التاريخ والجغرافيا وكذا، هذا صافي ما بقاش عندنا دور في المجتمع. هذا غير مبرر، المبرر السبب الحقيقي كما قلت لكم مره في الكلمه ديالي في الكليه، السبب الحقيقي هو ان الدوله بدات كتهز يدها التعليم، كيفما بدات كتهز يدها على الصحه، بدات كتهز يدها على واحد العدد ديال الخدمات، ولات هذا وكتسد بشويه بشويه بهذا الشيء ديال التعليم العمومي وهذا ديال الصحه العموميه، وكل مره كتخلق لنا واحد المبرر اللي هو والي ما مقبولش عندنا حنا في المجتمع، خصنا نناضوا باش هذا الشيء ما ينجحوش. الدوله مزيرها صندوق النقد الدولي كتسلف من عنده فلوس كيقول لها غادي نعطيك 600 مليون ديال الدولار، ولكن باش تقرب بها ليا نقصي من البوجور نقصي من الوظيفه العموميه نقصي من كذا باش نتمرن الفوائد ديالي، هذا هو اللي كاين، هذا الشيء هو اللي كاين. وبالتالي المشكل راه ممكن يتحل اذا كان واحد الطاقه قوي ديالكم انتم الاباء والامهات ديال الطلبه والطالبات وديالنا حنا كمجتمع مدني كجزء من المجتمع مدني. ولكن مع الاسف راه كيبان لي الحضور ماشي هو الحضور اللي غادي يديرها لكم، راه خصكم ديروا واحد المجهود كبير مع الطالبات والطلبه باش يقنعوا الاباء والامهات ديالهم اللي كيحضروا في هذا الشيء ديال النظام ديالهم، حيت الدوله كتاخذ القرار ما كانش تاخذ قبل ما تراجعش. اذا حنا غادي دابا هذه عام مقدمه غادي نعطيو كلمه للاخ على اساس انه هو الموسيقيه ديالكم يعطينا شويه واحد الصوره على شنو المشكل
كيفاش خرج، شنو الاجراءات اللي داروا، الاتصالات اللي داروا مع المسؤولين، شنو قالوا لي المسؤولين، وفين واصلين انتم دابا، وشنو باغي يدار، وشنو كطلبوا من الجمعيه. تحية للحضور الكريم، أشكر في البداية الإخوان في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على استضافتها لنا كتنسيقية باش نشوفوا يعني نخرجوا بخطوات عملية تحت المظلة ديال الجمعية هذه. كنشكروا على أن فتحت لنا الباب وأن تبنى المشكل ديالنا ومستعدة باش تدافع على هذا الحق هذا اللي غادي نحاول يعني نعطي كلمه يعني موجزه على كيفاش تبدا. كنشكر كذلك الاخوه في المناطق الاعلاميه اللي وجهنا لهم دعوه الحضور والدعوه هذه، وكنتمناو انه تكون يعني تغطيه اعلاميه باش الراي العام يواكب هذا المشكل هذا في افق انه يخرج للعلن وفي افق انه يوجد له حل. إذن كل شيء كيعرف المشكل كيفاش بدا، الطلبة مجموعة من الطلبة اللي حصلوا مؤخرا على بكالوريا ديالهم اكتشفوا على أن يعني النقاط ديالهم في المواد العلمية ما كتسمحش لهم بأنهم يسيروا الدراسة ديالهم في المواد العلمية، وهذا يعني بيانات النقاط ديالهم كتثبت هذا، كتثبت بأنه النقاط ديالهم في المواد العلمية متدنية جدا، يعني لم أقول أنها ضعيفة، في حين أنه عندهم قدرات في المواد الأدبية اللي كلها تسمح لهم أنهم يتميزوا في الدراسة ديالهم وأنهم ينجحوا في الدراسة ديالهم في الشعب الأدبية. إذا هذا طموح وهذه رغبة، وكنا كنعرفوا أن التعليم هو حق مشروع بالنسبة للجميع. الوقت اللي كتثبت ان عندك قدرات باش تستمر، يعني من حقك انك تلقى تعليم ملائم، وكما كنعرفوا كذلك بان الكليه هي ذات استقطاب مفتوح، وكيفما اشار الاخ فلا يعقل ان الاداره ملي تتعطاو الطلبات ديال هاد سميتو في الوقت اللي جاوبتهم بالمنع انهم تمنعوا من التسجيل، والسبب اللي تلقى المبرر هو هذا نظرا للتوجيهات الحكوميه الداعيه الى تشجيع البحث العلمي والبحث التقني. الاخر على شرحت نقطه ما في كل ما كيفاش رجع لها لانه راه فعلا الهدف راه حتى هو بحث علمي، العلوم راه هي شي حاجه اللي عامه ماشي خاصه، وفي حين ان قبلات الطلبه اللي ديال 2014 اللي عملوا البكالوريا 2014 واللي مشاو لكليه العلوم وفشلوا تما قبلاتهم، ويعني الحاجه كتعطي نداء للطلبه الجدد سيروا حتى تفشلوا عاد جيو. اش حنا غادي نقلبوا على الفشل هو كاين لي بيلتان دو مونت، يعني البيانات ديال النقاط راه تبدا الفشل ديالهم في المواد العلميه، علاش غادي تصيفطوا باش يعاود يجسد على ارض الواقع؟ هي راه مجسده. لماذا نخليو الطالب هذا يمشي يضيع سنه من عمره وسنه من المسار الدراسي وسنه من العذاب يعني مواصلات الى اخره باش يجيب لهم ديك الشهاده ديال الفشل عاد باش يقول لي تعالى اجي تسجل دابا مرحبا به؟ هذه كتبان لي مساله غير منطقيه، وبانه ما كاينش شي سند قانوني، وكان شي سند قانوني كان هو اللي غيقولوا فارم يقولوا العباره ديال تشجيع البحث العلمي والتقني، كانوا يقولوا بانه راه كاين قرار وزاري كيمنع بان الطلبه العلميين ممنوع لهم باش يتسجلوا في الهدف، وكان غيقولوا ما غاديش يخليوا على داك الشيء اللي كاين صحيح وينوضوا يجيبوا شي مبرر وهمي اللي ما بدا قيام ما عنده حتى شي سند قانوني. اذا هذا هو المشكل باختصار، حنا ملي شفنا وليداتنا غادي يضيع لهم المسار ديالهم لانهم مهددين بهذا القرار هذا دخلنا على الخط، لانه في عدد كبرنا اللي ما يمكنش تفلعوا عليهم ونجيبوهم، هما فعلا وصلوا لواحد السن ديال انهم قادرين باش يدافعوا على حقوقهم يعني بسميتو، ولكن ما فيها باش حتى حنا نقدموا لهم السند والمعونه، لان يعني النجاح ديالهم راه هو النجاح ديالنا وما يمكنش نسكتوا على هذا الحق هذا. دخلنا كتنسيقيه دخلنا في هذه المعركه، ونحن مصرين على ان نصل الى حل يعني بدون قيد وبدون شرط، بغينا وليداتنا، علاش؟ لانه عندنا ثقه فيهم بانهم مشاو لواحد الشهاده اللي عارفين ان الرسوم غيعطيو فيها وغادي يجيو فيها، وحنا ما بغينا لهم الا النجاح. هذا هو المشكل. ملي كوننا تنسيقيه مباشرة طلبنا مقابلة مع العمالة، ولكن المهم تقبل الطلب ديالنا قابلنا نائب عميل
هو اللي قابلنا ملي دخلنا عنده يعني حاولوا يدافع على القرار ديال الاداره بانه راني كنت شي قرار بالبيت يتسجلوا ما بقاش كيركز على المدرب ديال الحكاره التوجه التقني يعني قال الاداره عندنا اكتظاظ وعندنا قدره استيعابيه ما يمكنش وعندنا يعني نقص في الاطور الى اخره المهم حنا جاوبنا بانه هذا مشكل ماشي ديال الطريق مشكل ديال الطريق الطريق عنده باك خاصو تسجيل القضيه ديال الاكتظاظ ولا ديال بنيه ولا شنو هذا المشكل ديال الوزاره على 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 ما عارفينش بانه راه العدد ديال الطلبه غادي كيزيد ما عارفينش بان ليفيكتيف راه في التطور يعني خاصهم يوقفوا حتى هما التطور هذا بما انه الطلبه العاديين ديال كيزيد حتى هما المفروض انهم يوفروا بنيه يوفروا اطور الى اخره المهم هذا ماشي مشكل ديالنا حنا ما غاديش نقبلوا هذا المبرر هذا المبرر اللي حنا كنعرفوا ان التلميذ عنده بكالوريا خاصو يتسجل في الكليه اخر المطاف وعدنا بانه غادي يحاولوا يضافوا هذا المشكل وبانهم غادي يحاولوا يلقوا لنا شي حل ووعدنا باجتماع يعني بزز باش في اخر المطاف قالوا يمكن واقيلا الخميس ملي جينا الخميس طلبونا الاخوان في التعاضد ديال باش يكون واحد الممثل معاهم في الاجتماع مجرد ما دخلنا ودخل معنا داك الطالب قال لك لا انا ما غاديش ندير حوار مع الطالب ما غاديش وما غاديش ندير حتى معكم نتوما يعني في الاخر رفض جمله وتفصيلا انه يتحاور معنا وبالتالي انا كنظن ما كان عنده ما يعطيك وكان شي حل ما غاديش يجيب سباب واحد الطالب خير ولا خرج يقول لك والله راه كاين حل يعني ما كاينش حل المهم رفع اجتماع ومشى غدر ما عرفش مشى ما بقيناش لقيناه بقينا تما هي الوقت اللي خرجنا من عنده صافنا مع الاخوان في الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان حتى هما المهم علموا بالتظاهر وجاو تما فيها ربطنا معهم اتصال وطلبنا منهم انه يساعدونا ويساندونا في هذا المشكل ومشكورين يعني بدون تردد جاوبوا على الطلب ديالنا بالايجاب وحنا هذا هو السبب علاش مجموعه اليوم على اي المهم كنعاود نجدد النداء للاخوان الطلبه والاباء انهم يردوا اتصال بالناس اللي متقربين وعندهم نفس المشكل انهم يحضروا كثافه الاجتماعات المقبله باش يكون واحد الكم يعني اللي هو يعتدوا به وكم اللي يكون يشكل ضغط على الاداره باش تراجع على هذه القرار ديالها ومهم كنخلي الكلمه اللي عنده شي اضافه وشكرا. ديال المراسله يمكن هذا المدير تحط ليه في الصباح عامل كليه الاداب غنطلبوا منه انه يسجل الطالبات والطلبه اللي هما غادي يتسجلوا ولا ما كانش غادي يسجلوا يفتح حوار في هذا الموضوع ما عرفوش معنا وفي هذه الحاله يمكن نقولوا له حنا ونقولوا المساكين الامهات والاباء اللي كيبتوا غادي نراسلوا رئيس الجامعه حتى هو غنحملوا المسؤوليه غادي نراسلوا الوزير ديال التعليم العالي حتى هو غنحملوا المسؤوليه هذه في الاول المراسلات غادي نوسعوا من الدائره من الناس اللي كيتضامنوا معاكم كجمعيات كهيئات كصحافه كذا غنديروا حنا الاتصالات ديالنا مع واحد العدد ديال الجمعيات حقوقيه وغير حقوقيه اللي هي معنيه بهذا الشيء باش هما يوليو يجيو ويمشيو عندكم تما ويقولوا لكم حنا كنتضامنوا معاكم ونستناو الى اخره ولا درنا شي بيان ولا درنا شي حاجه يوقعوا فيه معنا غادي نديروا واحد البيان حنا كجمعيه يمكن في المرحله الثانيه نديروا حنا الجمعيه والاساتذه بشكل مشترك الجمعيه والاساتذه يديروا بيان مشترك يوزعوه على راي العام ويوزعوه في الصحافه الورقيه والصحافه الالكترونيه هذا الجانب ديالنا بواحد الجانب ديال مع الاساتذه غنذاكروا شنو ممكن نديروا لان خاص بزاف حوايج كدار من غيرها اتصالات وقفات خبرات الى اخره في الافق اننا نوسعوا من الدائره ديال غادي نفتحوا واحد شويه ديال ما نبقاوش نهضروا احنا نقول لكم شي شويه باب ديال المناقشه ومزيان نحضروا في الموضوع مزيان تهضروا فيه تشجعوا لي تهضروا فيه لان يمكن اي صحفي ولا اي مسؤول يقول لك هذا لا اشنو المشكل شنو باغي حضروا خصكم تهضروا ونفتحوا دابا بكلمه راه معنا هنايا شي طلبه اللي جاو من باب التضامن ديالهم معكم معنا الطالب هذا رفيق الحسان راهو كيحضر الدار بان تما عنده مشكل في كليه الطب حتى هما قال لي الوالدين غنمشيو نتخرجوا نمشيو نخدموا في المناطق النائيه وكذا وعامل تاعكم راهم دايرين اضراب موقفين دراسه ومعنا واحد الطالبه راه كتقرا في الكليه نظام
الانتقال المهلوي تيجي باش تقارن معكم معنا واحد توا يعني راه كاين انتظار ما غاداش فيها معكم انتظار تفضلوا شويه تقول لنا انتم.